الآن مع كلمة شريك النجاح السيد رودولف سعادة رئيس مجلس إدارة شركة سي إم إيه. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، سيداتي وسادتي السادة الضيوف المحترمون، في البداية أود أن أشكركم على دعوتكم الرئيمة السيد الرئيس لافتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض. إنه لشرف أن يتم افتتاح هذه المحطة تحت رعاية سيادتكم. إن حدث اليوم هو انعكاس حقيقي للعلاقات الثنائية القوية والتاريخية بين مصر وفرنسا. قد كان لبلدينا الكثير من القواسم المشتركة، بدءا من حقيقة أنهم دولتان بناء ملتزمتان بإقامة صروح دائمة تصمد أمام اختبار التأمين. إن إرادة هذه الحكومة تعمل على تزويد البلاد بالبنية التحتية التي من شأنها تعزيز سلاسل التوريد المصرية وبالتالي دعم تنمية البلاد، وهو خير دليل على ذلك. نحن نشارك رؤية سيادتكم تماما بأن سلاسل التوريد ضرورية لتنمية اقتصادية وبشرية. أتذكر سيادة الرئيس لقاءنا الأول في عام 2021 في مصر، لقد أخبرتني عن رؤيتكم لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وأبلغت سيادتكم عن رغبتنا في أن نكون جزء من هذا القطاع. وبالفعل تم بناء هذه المحطة الآن، وأنا فخور جدا بأن مجموعتنا يمكن أن تسهم في تحقيق نهضة حقيقية لمصر. لذلك أشكركم ونشكر بشدة شركائنا المصريين وزارة النقل المصرية. كان العبور الأول لسفينة مجموعة CMA CGM عبارة عن عبرت قناة السويس في عام 1983، وفي عام 2015 كانت سفينة CMA قادت القافلة في افتتاح القناة الجديدة بحضور سيادتكم. اليوم يبلغ عدد أفراد مجموعتنا 350 فردا منتشرين في 6 موانئ مصرية يربطون العالم البلاد ببقية العالم. في عام 2022 قمنا بنقل أكثر من 400 ألف حاوية من وإلى مصر. نحن هنا لأننا نؤمن بأن مصر لديها مكان هام للتجارة وموقع استراتيجي للنقل. حوالي 10% من البضائع في العالم تمر من هنا، من بلدكم الحبيب مصر. تماشيا مع استراتيجية الحكومة، نحن مصممون على جعل مصر مركزا لوجستيا عالميا، ويترجم ذلك إلى استثمارات في الإسكندرية والسخنة والموانئ الجافة، مما سيمكن مجموعتنا من لعب دور رئيسي في ممر لوجستي بالسخنة وتطوير السكك الحديدية لنقل البضائع في الحاويات. بالإضافة إلى ذلك، يسرنا أن نشارك مع شركائنا المصريين خبرتنا كشركة عالمية رائدة في مجال النقل والخدمات اللوجستية. سوف تخلق هذه الاستثمارات فرص عمل عظيمة وتدعيم التنمية الاقتصادية للبلاد، مع تعزيز دور مصر الاستراتيجي وقيادتها في المنطقة. مع إطلاق محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، نكتب فصلاً جديداً في تاريخ المجموعة في مصر، وأنا متأكد تمام الثقة أنه سيكون في ذلك ثقتكم الكريمة. شكراً لسيادتكم، شكراً لوزارة النقل المصرية، شكراً لكم فخامة الرئيس.